مساء الخير. تعادل جيد للزمالك في زامبيا بيعود بنقطة بعد التعادل مع زيسكو يونايتد، بيحافظ على وصافة المجموعة و بيقترب من مازيمبي، مستغل برضو التعادل بتاع مازيمبي امبارح، فبيحافظ على الأقل على الفارق وبيحافظ على حظوظه في التأهل إن شاء الله للدور اللي جاي. هيكون معاكم محمد فتحي وأحمد العريان للكلام عن مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد في دوري أبطال أفريقيا. ازيك يا فتحي؟ مساء الخير يا فوزي. الحمد لله. رأيك ايه في الماتش النهارده والعودة بنتيجة التعادل أصلا من زامبيا بعد سلسلة من التعادلات المخيبة في الدوري مؤخرا؟ بيعود الزمالك للتهديف وبيعود بنقطة من زامبيا، شفت الماتش ازاي؟ الزمالك بدأ في الدقيقة الثانية بفرصة فرجاني ساسي، دي كانت فرصة طبعا أخطر فرصة في الشوط الأول، أعتقد هي فرصة نجم. الزمالك بدأ يعني نسبيا كويس، ابتدينا نشوف هجمات فرصة ساسي، طبعا الفرصة بعد ما ضاعت وكده بدأنا نشوف سيطرة من زيسكو في خلال المباراة لحد هدف الزمالك. أعتقد إن النتيجة كويسة للزمالك، خصوصا إن هي بتبقى على حظوظه في المجموعة في المركز الثاني، يعني نتيجة مش بطالة، خصوصا إن هي بره أرضك نتيجة التعادل 1-1. لكن الزمالك كان يقدر إن هو يعني يحافظ على النتيجة أو نتيجة الفوز بعد ما تقدم بهدف، لكن قدر الله ما شاء فعل. إن شاء الله في اللي جاي الزمالك يقدر، عنده مباراتين على أرضه في ال3 مباريات الجايين، عنده 2 على أرضه، فيقدر إن شاء الله إن هو يحصد يعني نقط كويسة يصعد بيها للمرحلة اللي جاية. يعني اولا شفت ازاي تشكيل الماتش النهارده؟ باتريس كارترون بيس بيس بيختار البدء ب اشرف بن شرقي كمهاجم صريح، وراحه مصطفى محمد، تعويض غياب حازم امام بمحمد عبد الغني كظهير ايمن. شفت ازاي تشكيل الزمالك النهارده؟ اعتقد هو كارترون اخطا في بدايه التشكيل، بس بعد كده صحح غلطه. يعني اعتقد ان مصطفى محمد كان هو ان يبدا انسب من اشرف بن شرقي، خصوصا ان بن شرقي ما لعبش في الحته دي كتير، يعني ما لعبش في الرقم 9 كتير. طبعا يعني مصطفى محمد هو اصلا نقطه ضعف فريق زيسكو في الثنائي اللي ورا قلبين الدفاع، ما بيعرفوش يتمركزوا كويس وعندهم نقطه ضعف في الكرات العرضيه، وهو ده ما بيميز مصطفى محمد. يعني مصطفى محمد هو دي كانت فرصته ان هو يسجل، لو بدا من بدايه المباراه فرصه الزمالك ان هو كان ممكن يسجل اكتر من هدف، مش هدف واحد بس. وده شفناه كمان اتاكد لما مصطفى محمد نزل في الشوط الثاني، ابتدت ان الثغره دي تبان اكتر في دفاع فريق زيسكو، لحد ما لقينا ان مصطفى محمد سجل من العرضيه الهدف الاول للزمالك. يعني اعتقد ان بن شرقي الاحسن ان هو يلعب على الاطراف اللي هو مركزه الاساسي، ويعني مصطفى محمد كان يبدا المباراه بس. لكن يعني انا برضو عايز اسالك سؤال، يعني انت ايه رايك في التغييرات اللي حصلت مثلا في المباراه؟ بص، انا بشوف ان هو النهارده يعني زي ما قلنا في الاول ان الزمالك فعلا رجع من الماتش بالنتيجه اللي هو كان عايزها، مش يمكن مش افضل نتيجه ممكنه، لان نظرا لظروف الماتش اللي احنا شفناها، لا الزمالك لو داس كان قادر ان هو يحقق الفوز بشويه يعني سخونه اكتر، مجهود اكتر، بشويه كمان رغبه في الفوز اكتر من بره الملعب اكتر كمان من جوه الملعب. عدم البدايه بمصطفى محمد ده انعكاس لي اعتقد رغبه باتريس كارترون اللي كان شايف ان التعادل هيكون مرضي جدا في زامبيا، لان زي ما احنا بنتكلم دلوقتي عندك ماتشين على ارضك قدام زيسكو يونايتد تاني وكمان مازيمبي وبريميرو دي اوجوستو في انجولا، لو قدرت انك تحقق 6 نقط منهم على ملعبك فانت اعتقد صعدت يعني بنسبه كبيره من غير ما تبص على اي نتائج النتائج تاني. الاخرين بالظبط. لكن انا واحد من الناس كنت بشوف ان انت لما تلاقي ان انت ظروف الماتش بتساعدك ان انت كنت ممكن تكسب، يبقى تبدا تدور، ما تدورش بقى على ان انت تتعادل بس، تدور على صدارة المجموعة. المجموعة صدارة المجموعة كانت هتكون أسهل كتير جدا لو أنت فزت النهاردة على زيسكو يونايتد وكررت الفوز على زيسكو في القاهرة، يبقى أنت كده أخدت المركز الأول من مازيمبي، وقتها كان فعلا هتبقى طبعا مع الانتظار لمباراة الفريقين مع بعض اللي هتبقى في القاهرة، فبالتالي فرصة الزمالك أكبر في تحقيق بالظبط الفوز. بالظبط ده اللي أنا كان نفسي فيه، ولكن أنا مش طماع، أنا برضو عارف إن الزمالك حاليا في أسوأ حالاته. الزمالك بيلعب بطولة دوري أبطال أفريقيا بقايمة غلط، القايمة تكوينها من البداية غلط، يعني لاعب مقيد حاليا بيلعب في الأهلي مثلا كهربا، لاعبين مقيدين
يعني لو شفتهم في الملعب فهيكون لدقايق قليله، زي محمد عنتر، زي اسلام جابر اللي شفناه النهارده لاول مره وخرج منذ قدوم. محمد عنتر خرج لاسباب فنيه بره قائمه الماتش النهارده. بالظبط. فادي ثلاث اسماء يعني ما لهمش لازمه ان هم يكونوا موجودين في قائمه الزمالك الافريقيه، بما انهم لسه ما اثبتوش ان هم يستحقوا التواجد فيها. فما عندكش غير مكان واحد بس للتدعيم في يناير، في ظل ان حمدي النقاز اللي موجود برضه في القائمه الافريقيه رحل، رحل عن ما الفريق. عندكش غير ظهير ايمن واحد كثير الاصابات اللي هو حازم امام. كل الظروف اللي موجود الزمالك فيها حاليا مع النتائج المخيبه محليا، حتى الخساره مع مازيمبي في بدايه المشوار، كل دي باتريس كارترون مش مسؤول عنها، هو جه لقاها، فبالتالي هو بيحاول ان هو يتعامل معاها بافضل صوره بالزبط. ممكنه. التعامل معاها كان محتاج ان انت النهارده نتيجه ايجابيه، سواء تعادل او فوز في زامبيا، تعيد الثقه للاعبين وللجمهور، وده اللي قدر ان هو يحققه النهارده. بس انا بقول ان هو النقطه، يعني هو كل ده يشكر عليه، النقطه الوحيده ان هو كان ممكن تبدا الماتش كده فعلا، لكن لما تلاقي ان ظروف الماتش والخصم مش بالقوه اللي هي حتى بالظبط، الملعب احنا فاضي. ما شفناش خطوره كبيره لزيسكو غير من اخطاء يعني دفاعيه قليله من لعيبه الزمالك، يعني طبعا دي يعني هنجيلها دلوقتي. بالظبط والملعب نفسه فاضي، مش اللي بالظبط هو ضغط جماهيري عليك وعلى الحكم، لما تبقى بالظبط الظروف كده لا، يبقى لازم تضرب وتحقق الفوز عشان هيفرق معاك في بالظبط. مشوار البطوله. حاجه تانية النهارده شفناها في الماتش، محمد ابو جبل بيستمر في الحفاظ على مكانه الاساسي على حساب محمد عواد. مباراتين ماضيتين حافظ فيهم على نظافة شباكه، النهارده اعتقد ان ممكن ناس كتير تتفق معايا ان هو كان نجم المباراه الاول. اعتقد طبعا محمد ابو جبل كان من اهم العناصر كمان ان الزمالك هو يعني يطلع بالنتيجه دي. احنا شفناه ان هو انقذ كذا فرصه، اكتر من حوالي 3 فرص مؤكدين لفريق زيسكو، كانت ممكن النتيجه تطلع اصعب من كده بكتير. وزي ما قلنا يا فوزي، هي دي اخطاء من لعيبه الزمالك، مش طبعا قوه من لعيبه زيسكو. يعني محمد ابو جبل النهارده لولا كانت النتيجه اعتقد كانت 3-1 لزيسكو، وكان طبعا هنشوف سيناريو مغاير خالص للمباراه. لكن طبعا الحمد لله بنبارك لابو جبل ان هو للمباراه الثانيه على التوالي، ان هو يعني الثالثه على التوالي، ان هو يبقى يطلع بشباك نظيفه. فطبعا يعني دي حاجه تحسب لابو جبل، ونتمنى طبعا ان الاستمراريه ليه يعني في مباراه افريقيا الفتره اللي جايه ان شاء الله. تفتكر او في رايك، يعني احنا الاول بس عايزين نقول للناس ان هو عايزين ناخد رايكم النتيجة أولا، رأيكم فيها إيه؟ هل هي نتيجة مرضية بالنسبة لجماهير الزمالك، ولا كان لا كان بنظر من ظروف الماتش كنتوا محتاجين إن احنا نكسب، أو الزمالك محتاج إن هو يكسب عشان هيكون أفضل؟ كمان بعد اللي شفناه النهارده، بعد تكرر إصابات حازم إمام، المكان اللي فاضل في يناير بالنسبة لدوري أبطال أفريقيا، هل يكون في مركز الظهير الأيمن، ولا خط الوسط الدفاعي، أو في مركز ثاني لو أنتم شايفين إن هو الأفضل؟ جنش مثلا هيعود من الإصابة، حد يرى إن هو تأمن حراس مرماك، بس أنا شايف إن يعني عواد وأبو جبل بيأدوا بشكل بالظبط. جيد. بالظبط الزمالك لا أعتقد مركز أعتقد اللي مركز هو عايزه يعني. فده اللي هنشوف رأي الناس فيه. ولكن السؤال ليك أنت بقى، أبو جبل بعد اللي قدمه فيه الـ3 ماتشات دول، هل يستمر في المشاركة كأساسي، ولا محمد عواد يعود لموقعه الأساسي؟ اعتقد بص، هو في كل الاحوال هي منافسه صحيه للزمالك. مركز حراسه المرمى اعتقد ان هو بخير في الزمالك، دي في صالح الفريق مش العكس. محمد ابو جبل طبعا اعتقد ان هو هيستمر في حراسه المرمى الزمالك في المباريات اللي جايه. محمد عواد عليه ان هو يثبت تاني، عشان يعني يثبت نفسه تاني من جديد، عشان يعود الثقه لنفسه. هو محتاج ثقه محمد عواد، كلنا متفقين ان هو يعني حارس موهوب وحارس كبير من حراس كمان منتخب مصر. فعشان ان هو يرجع لمركزه تاني او لمركزه الاساسي تاني، اعتقد ان هو هيلاقي منافسه قويه من ابو جبل لصالح الفريق في الاخر، وخصوصا عوده جنش زي ما انت قلت يا فوزي، يعني هتكون طبعا دي برضه في صالح الزمالك اكتر واكتر واكتر. ونتمنى ان شاء الله ان في الفتره الجايه نشوف، يعني احنا عندنا مركز حراس المرمى منتخب مصر ده يعني الحمد لله بخير، يعني سواء الشناوي في الاهلي او محمد عواد او محمد ابو جبل او جنش، فاعتقد ان ده كله بيصب في صالح منتخب مصر ثم الانديه اللي بيلعبوا فيها. اكيد بنتمنى ان يكون الافضل هو بيلعب. انا على نفسي متفق معاك ان ابو جبل يستمر في الفتره اللي جايه، لان ما دام هو ماشي كويس فمفيش مبرر ان انت تقعده طبعا، لحد لما يكون غير موفق فتره ما يعود محمد عواد، وقتها يكون مطالب ان هو يثبت نفسه ويثبت جدارته بالمكان ده، لان في الاخر اي حد بيلعب في المكان الاساسي مش بيلعب باسمه، ولكن بيلعب باسم عطاءه الفريق واللي بيقدمه للفريق.
طيب هناخد رأي الناس ونرجع تاني نتكلم ونشوف كده التعليقات. فتحي بيقول ايه رأيك في اداء فرجاني ساسي في الناحية الدفاعية؟ فرجاني ساسي يعني احنا بقالنا فتره بنشوف فرجاني ساسي، مش هو فرجاني ساسي اللي احنا يعني عارفينه او هو الفرجاني ساسي اللي جمهور الزمالك بيعمل ان هو يشوفه على طول. النهارده اعتقد ان هو يعني قدم مباراه طيبه، يعني احنا هو معروف ان هو طبعا الادوار الدفاعيه بيقوم بيها طارق حامد اكتر من بالظبط. فرجاني هو خطه الزمالك لما بيلعب ب 4-2-3-1 احنا بنشوف ان فرجاني ساسي هو اللي بيتقدم لقدام، بيزيد شويه، طارق حامد بيتاخر لورا. فرجاني ساسي عليه ان هو يساعد شويه زمايله في الناحيه اللي قدام، لان هي دي كانت اهم مميزاته. يعني جمهور الزمالك دايما كان يعني بيشوف مثلا تسديدات فرجاني ساسي، بيشوف مثلا صناعه تمريرات او صناعه لعب زياداته في الكره بالظبط. كل ده غايب عن فرجاني ساسي الفتره دي، غايب عنه. لكن النهارده يعني ان شاء الله تكون بدايه مبشره شويه، او يعني بدايه ان احنا نشوف فرجاني ساسي يعود من جديد. طبعا ظروف الماتش زي ما اتكلمنا فيها، ظروف بالنسبه للاجواء اللي في الزمالك والفتره الاخيره، يعني الازمات اللي بنشوفها داخل نادي الزمالك وفقد النقاط ونزيف النقاط في الدوري المصري، اعتقد ان ده اثر كمان على نفسيه اللاعبين. فاتمنى ان شاء الله الفتره الجايه في افريقيا ان الزمالك يقدر او كارتيرون يقدر يفصل بين اللعبه في افريقيا والدوري المحلي. واتمنى حاجه كمان من باتريس كارتيرون او اداره الزمالك بصفه عامه، ان هي تركز تركيزها الاكتر، يبقى التارجت السنه دي للزمالك هو دوري ابطال افريقيا. طيب مش الدوري المصري. هاخد منك هنا، هل الزمالك بقيمته الحاليه قادر على المنافسه على لقب دوري ابطال افريقيا؟ هو الزمالك طبعا قادر، الزمالك عنده سكواد كويس جدا. خلينا نتفق ان في كل مركز الزمالك هتلاقيه يعني عنده لعيبه مميزين، بس طبعا انا مش بنقول ان الزمالك يعني يحط تارجت ان هو يصل لادوار بعيده لدوري ابطال افريقيا. احنا الزمالك السنه اللي فاتت تقريبا بنفس السكواد ده، يعني حاجات بسيطه اللي اتغيرت، خد الكونفدراليه. فالزمالك لا، الزمالك يقدر ان هو ينافس، بس الفكره ان هو يفصل بين الدوري المحلي ودوري ابطال افريقيا. هو يعني هقول لك رايي، وكنت برضو خلي بالك وانت بتتكلم كان في دماغي ان انا عايز اسال الناس، هل افترض ان الزمالك حاليا يخلي تركيزه الاكبر على دوري ابطال افريقيا، الدوري في رايكم، انا بوجه السؤال ده لجماهير الزمالك بس، مفترض انت شايف ان هو هل الدوري خلاص حسم او ابتعد عن الزمالك بصوره كبيره، فالافضل ان هو يكون التارجت في الدوري هو المركز الثاني عشان تاهل دوري ابطال افريقيا فقط مع التركيز اكبر لبطوله الدوري، ولا لا استمر الحرب على الجبهتين؟ لان كمان دوري ابطال افريقيا مش مضمون بالقائمه الحاليه. انت لو بتسالني انا عن رايي، انا هقول لك ان لا، الزمالك مش قائمته قويه ولا حاجه. الزمالك مش نفس قائمه السنه اللي فاتت. ليه؟ لان السنه اللي فاتت كان في حارس لديه من الثقه ان هو يشيل الفريق هو جنش. حاليا انت مش لاقي حارس اساسي للفريق وبتبدل بين الاثنين. كان بيملك ظهير ايمن دولي في افضل مستوياته هو حمدي النقاز، ورحل لحمدي النقاز. كان بيملك ظهير ايسر اكتشفه المدرب وانضم بمستواه لمنتخب مصر، ولما ما انضمش في امم افريقيا الناس اتكلمت ان هو لازم يكون موجود، اللي هو عبد الله جمعه. كان بيملك قلبين دفاع، محمود علاء بسبب مستواه وصل لمنتخب مصر وبقى اساسي لحد دلوقتي، وجنبه في بدايه الموسم كان الونش وبيقدم مستوى رائع، ولما غاب ظهر عبد الغني والناس طلبت بانضمامه لمنتخب مصر. طارق حامد وفرجاني ساسي مستمرين زي ما هم، ولكن كانوا في مستوى اخر، مستوى اعلى بكثير. قدام بقى كمان كان في كهربا، في لاعب دولي ونجم كبير وكان احد الاوراق المهمه جدا في الفريق. كان في كاسونجو في الدور الاول، ولما رحل جه خالد بوطيب انخفض مستوى الفريق، لان خالد بوطيب ما بيشاركش اصلا الا كل فين وفين لما بنشوفه. وكان طبعا عمر السعيد وكان في ابراهيم حسن الورقه اللي يمكن ما كانتش تنال رضا جماهير الزمالك كتير، ولكن لو بصيت على الكونفدراليه مثلا السنه اللي فاتت هتلاقيه كان احد هدافي الفريق ان لم يكن هو الهداف الاول، وليه اهداف حاسمه كتير. يعني افتكر له هدفين في مباراه جرماهيا اللي هو خلص 4-2، ولكن كان ليه اهداف تانية في اتحاد طنجة، كان في سجل ايضا في مش في النجم الساحلي، لكن مش فاكر في الدور الثمانيه كان قدام مين، بس هو
يعني ليه أهداف كتير في البطولة وفي مشوار البطولة. فإبراهيم حسن كان أحد أوراق المهمة والحلول القوية اللي الزمالك مش لاقيها دلوقتي في جناحاته اليمين كلهم، سواء نجم أو مصطفى فتحي اللي بيبحث عن مستواه أو إسلام جابر اللي ما بيلعبش أصلا. فكل ده خلى قائمة الزمالك تبقى ضعيفة جدا انت حاليا. طيب بتلعب أنا ممكن أخدك لنقطة في النقطة دي، يعني إحنا ممكن نقول إن هل الزمالك محتاج تدعيمات في يناير؟ حتى لو محتاج، أنت عندك القدرة أصلا تجيب، ما أنت مفيش استبدال في محلي حتى الان، فما عندكش غير مكان واحد، وانت محتاج على الاقل 3 لعيبه. فاللي هو انت لو دعمت الباك اليمين هيستمر النقص في وسط الملعب، لو دعمت وسط الملعب هتفضل تستمر تلعب لغايه نهايه الموسم ماتش باك يمين وثلاث ماتشات في ظل اصابه حازم امام تلعب واحد من الباكين باك يمين. فانت عندك زي ما حصل النهارده مع محمد عبد الغني، هيحصل كتير لان طبعا. مش مفاجاه بالنسبه لينا ان حازم امام كثير الاصابات من يوم ما ظهر وهو كده. عنده بقى مشكله عضليه ما تفهمش، هو انجري جرون مش معروف، لكن هو الاكيد ان هو ما يقدرش ان هو يحافظ على مكانه في الملعب لاربع خمس ماتشات لفترات طويله بالظبط. بالتالي انت لا، الزمالك عنده قايمه حاليا انت بتحاول انت ترقعها علشان توصل بافضل صوره ممكنه. فالمثالي بالنسبه لي ان الزمالك طبعا باسمه لازم ما دام موجود في بطوله بالزبط. يكون منافس، بس الاسم وحده لا يصنع الانتصار، انت معروف ده يعني بالظبط. فانت لازم تعدي دور المجموعات، ده لازم طبعا، لازم توصل بعدها لاكبر طريق ممكن. ليه؟ لان كل ما بتعدي طريق ممكن بتاخد نقط بالظبط. هو تصنيف هتساعدك السنين الجايه ان انت لما تبقى في مجموعه تكون مجموعه اسهل بالظبط دلوقتي مع مازيمبي. لكن يا فوزي انا بتكلم في نقطه ان المفروض ان اداره الزمالك تحاول تعمل ده مع اللعيبه، يعني اللقب غايب من 2002 فاحنا بنحاول نخلي ان الجيل ده يركز تركيزه الاكبر في دوري ابطال افريقيا، على الاقل نبتدي من الموسم ده يحاول ان هو يعني يبقى في تارجت ان احنا نوصل لمرحله بعيده، الزمالك يوصل لمرحله بعيده. فاعتقد ان ده لازم يحصل دلوقتي، يعني اداره الزمالك تتكلم مع اللعيبه يكون هدف والسكواد بتاع الزمالك. يعني انا ممكن اختلف معاك في النقطه دي، هو السكواد لا يعني يقدر، يعني في طبعا كان في السنه اللي فاتت زي كهربا، زي ما قلت كهربا، دلوقتي مثلا في بن شرقي، يعني في بدايل او تطعيمات جديده دخلت على الفرقه. اي نعم احنا بنشوف ان في يعني داخل الفريق قلة ثقة بالنسبة لمباراة الدوري اللي فاتت والكلام ده كله، لكن ان شاء الله الفترة اللي جاية ممكن في افريقيا نتمنى ان ده يحصل. اكرم بهاء الدين بيقول هل قدوم عبد الله السعيد هيفرق مع الزمالك؟ عبد الله السعيد مش هيجي اصلا غالبا، لان نادي بيراميدز بيحاول ان هو يجدد عقد عبد الله السعيد حاليا، وما اعتقدش اصلا ان عبد الله السعيد اولوية للزمالك في الوقت الحالي. احنا بنتكلم عن شباك مين هتروح تجيب عبد الله السعيد؟ بالظبط. عبد الله السعيد لاعب يفرق جدا بالظبط، يعني مع بدايه الموسم اللي جاي ساعتها تكون فعلا صفقه بالظبط. يعني اعتقد ان الزمالك ممكن يدعم مركز الظهير الايمن في الفتره الحاليه، ده الاولويه. احمد رجب بيسالك بيقول لك هل توقعاتك لمستقبل الزمالك يا محمد فتحي في افريقيا؟ مستقبل الزمالك في افريقيا زي ما اتكلمنا، هو الزمالك يقدر ان هو يعني طبعا مرحله ان هو يعدي المجموعات دي مرحله بديهيه ان شاء الله الزمالك يعدي، لكن نتمنى ان هو يوصل لادوار ابعد من كده. الزمالك قادر ان هو يعني يعدي يعني او يوصل لمراحل بعيده. عايز اقول لك برده يا فوزي، السنه اللي فاتت كان في عدم تفاؤل شويه من جمهور الزمالك في فتره دور مجموعات الكونفدراليه لحد ما الزمالك صعد، وصعب بصعوبه جدا وبشق الانفس، وشفنا ان بعد كده بدات الاستقرار الفني يدخل على الفرقه، بدات الفرقه تقف على رجليها، وبرضو كان برضو نتاج اعتقد الى حد ما في الدوري ما كانتش جيدة، لكن يعني كان النتاج جيدة لكن يعني اعتقد ان الزمالك وصل للنهائي بفضل لعبته باسمه برضو. يعني اكيد الفوز بيجيب فوز، وطول ما الزمالك بيحقق نتائج ايجابية افريقيا ده هيعلي كمان مستوى اللاعبين، وده اللي احنا نتمنى نشوفه اكيد ان شاء الله. شوف بقية التعليقات. محمود خالد، الزمالك عمل ماتش حلو النهارده وده حقيقي بالظبط، من خطأ في التشكيل في البداية. الناس بتتكلم على ان مصطفى محمد كان ممكن يبدأ، او زي ما انت قلت وده فعلا ناس كتير جدا بتقول ان مصطفى محمد هيقدر ان هو يستغل الثغرات الدفاعية اللي موجودة في زيسكو يونايتد، ولكن كارترون اثر الهجوم وفضل الدفاع ان هو لا انا عايز ادافع اكتر وعصفور في اليد. في المقابل محمود بدري مختلف بيقول ان الزمالك بلح، يعني واحد راضي وواحد مش راضي. احمد عبد الرحمن بيقول النتيجة مرضية، هم كانوا متوقعين احسن من كده، استغرب يعني. هو عمر جابر الصفقة الاهم جوكر، ده غانم عدوي،
وعمر جابر بيلعب كظهير ايمن وبيلعب كخط وسط، ممكن بالظبط يعني تكون ممكن صفقه مرضيه. بالظبط. احمد الطيب بيقول الحمد لله على كل حال، بس برضو ده مش الزمالك، انا حزين قوي بالتدريج. طبعا يعني بالتدريج بالتدريج الزمالك ممكن يوصل زي ما قلنا، يعني الزمالك عنده مواهب وعنده لعيبه جيده جدا، ممكن بالتدريج يوصل للمستوى احسن من كده، نتمنى بس استقرار فني داخل الفرقه اكتر من كده. حسام الدين العمراوي بيقول جملة مهمة جدا، أهم من النتيجة الروح القتالية والأداء اللي كان كويس بالمقارنة بالمباريات السابقة. بالظبط، يعني النهارده شفنا ابو جبل، يعني اهم يعني اهم عناصر التعادل النهارده والحفاظ على النتيجه هو ابو جبل. ده يعني لعيبه الزمالك النهارده كانت بتقاتل في ملعب، ارضيه الملعب كمان يا فوزي كانت سيئه جدا، مش مساعده لعيبه الزمالك. اعتقد ان الملعب لو كان بصوره احسن من كده كان ممكن نشوف نتيجه ايجابيه وافضل للزمالك. استاذ مدحت صبري بيقول لابد من تدريب محمد عبد الغني او عبد السلام ويجيبوا مهاجم وعوده كاسونجو، اعتقد هو يقصد تدريبهم على مركز الظهير المركز الايمن الظهير عشان الايمن. يطوعهم في المكان ده، وطبعا لو ما تمش تدعيم في يناير مش هيبقى فيه قدام الزمالك حل غير ده. خلينا نتفق ان تجربه عبد الله جمعه ما اعتقدش ان هي ممكن تتكرر تاني، او يعني عبد الله جمعه برضو كان جروس عمل معاه طفره، او يعني ان هو لقى نفسه كمان في الحته دي. نتمنى طبعا ان عبد الغني ان يبقى يعني ان هو يبقى في الحته دي بشكل جيد، لكن ليه لا؟ طب الزمالك ما يدعمش الحته دي، يعني هو المفروض ان الزمالك ما يعتمدش على ان هو يدرب لاعب مثلا يغير مركزه، لا الزمالك المفروض يركز اكتر في التدعيم في المنطقه دي في يناير في مركز الظهير الايمن. انا معاك ان هو انك مبدا ان انت تغير مركز لاعب من مكان لمكان وينجح ويتالق ده الاستثناء مش القاعده، مش نتيجه القاعده انت مش ضامنها، بالظبط فما ينفعش هي تكون دي خطتك يعني بالظبط، اللي ما انت بتلعب ينفعش عليها تغامر بيها الا لما تكون مضطر زي دلوقتي. طبعا طبعا. غانم عدوي بيقول عمر جابر يقدر يلعب يمين ونص ملعب احق واحد يرجع لانه متالق. تابع واحد تاني اسمه يو بيقول عواد موهوب انما حارس كبير دي وسعت منه. طيب ده رايك رايه يعني. سامح غطاس بيقول انا اهلاوي وكنت اتمنى ان الزمالك يكسب، واتمنى السنه الجايه الزمالك يبقى فريق قوي عشان المنافسه على الدوري المصري تبقى اقوى، واتمنى نهائي البطوله بدون مقاطعه يبقى بيننا وبين الزمالك ان شاء الله. ماشي. سامح غطاس بيقول اهلاوي واعشق تاني، بيقول اهلاوي واعشق الروح الرياضيه وافتخر. اما يوسف ايمن بيقول ايه رايك في اداء كارتيرون كمدرب وهل ينفع يستمر للزمالك؟ اعتقد ان استمرار كارتيرون مش يعني معنى، لو جبت لو مشيت كارتيرون هتجيب مدرب تاني دلوقتي بالظبط هتطلب منه ايه زياده عن اللي انت طالبه كارتيرون؟ بالظبط. ما هو الدوري بقى بعيد، دوري ابطال افريقيا انت محطوط في مواقف جيد مش وحش، فليه ليه التغيير؟ محمد عطار بيقول انا شايف ان الزمالك محتاج جدا لمعروف يوسف وكمان كاسونجو، وكلنا شفنا هجوم الزمالك اتاثر ازاي بعد رحيل كاسونجو، الزمالك محتاج كتير ولكن مفيش غير مكان واحد. بالظبط. طيب عبد الحميد سعيد عابدين بيقول الزمالك محتاج احمد رمضان بيكهام، وعلى جماهير الزمالك ان توصل رساله الى لاعبيه اننا لا نرضى منكم غير الحصول على بطوله افريقيا. اما مصطفى عماد فبيسال ماتش الزمالك خلص كام؟ كام اصلا؟ فهو انتهى المباراه، واحد واحد خلصت واحد يا واحد. مصطفى. طيب باسم الليسي مش راضي عن توظيف اللاعبين وشايف ان هو توظيف اللعيبه غلط. ومحمد مصطفى جبر بيقول منور الدنيا يا كابتن فتحي. منور بيك يا كابتن مصطفى. محمد هشام بيقول الكأس ودوري ابطال افريقيا فرصه الدوري ضاعت، ده بيتفاعل معاه كلام ان هو يعني بنقول ان هو الافضل للزمالك حاليا هو يركز على ايه. يوسف ايمن بيقول مفيش دوري بيحسم من الدور الاول. يعني انا ممكن يعني طبعا انا متفق معاك ان الدوري ما فيش دوري في العالم كمان بيحصل من الدور الاول، لكن بيبقى فيه بوادر او بيبقى فيه انطباعات انت خدتها عن الفرقه في البدايه. الزمالك طبعا فريق كبير ويقدر ان هو يرجع في الدوري، بس برضه هيستنى نتائج الاخرين، فاعتقد ان احنا بنتكلم من منطلق ان هو يركز في بطوله هي في ايده لسه. خلي بالك هو بس في نقطه هنا، هل معناها ان هو يكون التركيز على دوري ابطال افريقيا ان هو هيلعب بالناشئين مثلا في بالظبط؟ الدوري، لا او طبعا، ان هو هينزل لا يقول طبعا، انا هخسر مش مهم؟ مفيش لا حد طبعا، بيعمل كده طبعا. بس بيكون الدوري هي مرحله يعني زي تدريب ليه، او مرحله ان هو الفرقه والهدف بتقف على الفوز، رجليها. هدفك بالظبط، الفوز في وهدف كل الفوز مباراه برضو، طبعا مفيش حاجه اسمها ان انت لان فوزي كمان في اول حديثه قال انه مطالب ان هو ياخد مركز من المراكز تاني على الثانيه على الاقل الاقل عشان يكون طبعا. علشان يتاهل لدوري ابطال افريقيا السنه اللي جايه.
محمد عطار بيقول لا طبعا الزمالك ينافس على كل البطولات، الدوري اهم عندنا من اي حاجه تانية. اما احمد حسن بيقول اه انا شايف انه يركز على دوري ابطال افريقيا. وياسر عيسوي بيقول الاهلي خلاص كسب الدوري يحاول يركز على ابطال افريقيا. فتحي بيصحح لي بيقول لي ايوه ابراهيم حسن سجل في حسنات اغادير، بالظبط هو ده اللي كنت بالظبط. اقصده، شكرا يا فتحي. احمد الطوخي بيقول الزمالك كويس بس الضغط عايزين نشتغل عليه، وابو جبل رائع احسن ما فيه انه بيرشد الدفاع دائما. اما رامي ابراهيم بيقول الواد شالها بعد اول هجمه لزاسكو الزمالك لبس جول، بيتكلم عن لقطه الفوطه طبعا. ابو مصطفى الفارسي بيقول الزمالك اقل حاجه محتاج 3 فعلا، كلام مظبوط ربنا معانا يا رب. واحمد جمال بيسال على عبد الله السعيد اخباره ايه، وزي ما قلنا من شويه. أعتقد أنه هيجدد مع بيراميدز. طيب سؤال لكابتن فتحي، توقعاتك لمستوى الزمالك في افريقيا ده خلاص. محمد احمد بيقول الزمالك ممكن يخسر في ماتش العوده، مش واثق قوي في اداء الزمالك يعني. ماشي اعتقد لا، الزمالك يعني في مباراة العودة هتكون على ارضه، فعنده فرص اكبر ان هو يعني يكسب المباراة. ما شفناش خطورة كبيرة من فريق زيسكو ان هي تبقى مقلقة للزمالك فيما بعد في المباراة اللي جاية. محمد عطار تاني بيقول لو في استبدال الزمالك محتاج كريم العراقي واحمد رمضان بيكم ومعروف يوسف وكمان كاسونجو. محمد العمراوي بيطرح سؤال بيطرح كثيرا، ايه رأيك في توظيف زيزو في مركز الظهير الايمن؟ انا قلت المرات دي قبل كده، ممكن تقول انت الاول. لا اعتقد ان زيزو في مركز الظهير الايمن يعني المفروض ان هو، انا شايف فوزي ان هو يبقى في مركز الظهير الايسر، بينتج اكتر. جروس كان بيلعبه في المكان ده، فاعتقد ان هو لا يعني انا برضو مش مع فكرة ان احنا نغير مراكز اللاعبين. انت بتحتاج ان انت تثبت الفرقة، او يعني كل لاعب يبقى حافظ المركز بتاعه، او يعني كل لاعب يبقى حافظ ازاي بيلعب في مكانه. فاعتقد ان انت كثرة التغيير في الأماكن أو في المراكز دي بتبقى عامل سلبي لأي فريق مش عامل إيجابي. فأعتقد إن لا، إن زيزو يفضل في مركزه هو أفضل يعني من إن هو يروح ناحية اليمين. انا متفق معاك، لان في الاخر انت عندك مشكله في مركز ما تخلاش مركزين، بالظبط. فهو زيزو حاليا الافضل في مركزه، ما تروحش تلصمه في مركز ثاني فيدي لك 50% بدل بالظبط، 100%، والمركز مركز التاني أنت ثاني كده كمان فقدته. بالظبط. طيب احمد الطوخي بيقول الزمالك هيوصل للنهائي وسجل يا كابتن، اتمنى انا اتمنى ان الاهلي والزمالك يوصلوا للنهائي. طيب احمد جهاد بيقول بالعكس انا شايف ان الزمالك لو مشي كويس في الدوري ومعاه عبد الله السعيد هيمشي كويس في دوري الابطال. انا رايي مش من رايك، الفوز بيجيب فوز حتى لو عبد الله غاب عنهم هيلاقوا بديل يعوضوا. المشكله يا جمال ان عبد الله السعيد اصلا لو انضم للزمالك مش هيشارك في دوري ابطال افريقيا، لانه شارك بالفعل مع بيراميدز في الكونفدراليه، الكونفدرالية بالظبط. وبالتالي مش ما يحقش للزمالك قيده افريقيا. طيب عمر خالد بيقول الزمالك محتاج باك يمين ما بيلعبش في افريقيا عشان نقدر نأيده باي طريقه باي طريقه. واحمد بكير بيقول ايه رايك الزمالك المفروض يدعم صفوفه ولا لا؟ اعتقد لازم الزمالك يدعم صفوفه في يناير، وخصوصا في المركز اللي احنا اتكلمنا عنه، مركز الظهير الايمن. احمد صلاح بيقول مصطفى محمد وابو جبل رائعين. بالظبط، يعني ابو جبل اشادنا بيه كتير النهارده، وهو يستحق طبعا، ونتمنى الاستمرارية على هذا المنوال. مدحت صبري بيقول الزمالك كويس بس كان ممكن يكسب، انا بكتب لكم من كندا، اهلا بحضرتك يا اهلا استاذ بكم. مدحت. وملاك عادل بيقول احنا لو سيطرنا من اول الماتش كنا هنفوز. رضا بخيت بيقول لعيبه بتلعب بمزاجها، ماتش رجوله وضغط وماتش تهاون فريق مش مضمون، ودي للاسف اللي هو تذبذب في المستوى اللي احنا بالظبط. بنتكلم عنه. ومحمد فتحي او محمود فتحي بيقول ابو جبل رجل المباراه والدفاع اكبر مشكله. مش اعتقد كفايه كده تعليقات، هو لسه في تعليقات تانية كتير والله، بس يعني طولنا على الناس. وفي ماتشات حلوه شغاله حاليا، كمان شويه الاتحاد الاسماعيلي هيتلعب في البطوله العربيه، تفتكر توقعاتك ايه للماتش؟ لا الفرقتين كبار يعني، الاتحاد احنا شفناه السنه دي بينافس على يعني في المراكز الاولى للدوري، او في المركز الاول يعني، كان متصدر لفتره قريبه. الاسماعيلي فريق كبير والاتحاد فريق كبير، اعتقد ان هنشوف مباراه ممتعه يا فوزي بين الفريقين، ونتمنى طبعا الافضل بين الفريقين هو اللي يتاهل. يعني ان شاء الله يشرفونا في البطوله العربيه، وهم عاملين اداء كويس جدا، نتمنى ليهم التوفيق.
اكيد الاتحاد كمان كسب الاسماعيلي 3 في الدوري اخرجه من الكاس السنه اللي فاتت، ففي يعني زي كده ثأر ما بين الفريقين. طبعا ثأر حميد ثأر رياضي بس مش اكتر. هتكون مباراه ممتعه في 7:30 مساء. طبعا كمان بالليل في الاهلي وبلاتينيوم في دوري ابطال افريقيا الساعه 9 مساء. وبعد مباراه الاهلي ان شاء الله هنكون معاكم تانية في الجول، ايا يعني كان مين اللي هيكون موجود، ولكن في الجول هيكون معاكم زي ما عودتكم بعد كل المباريات المهمه عشان حديث عن مباراه الاهلي وبلاتينيوم ومباراه الاتحاد والاسماعيلي ومباريات كمان الدوري الانجليزي اللي بتجرى حاليا. شكرا يا فتحي. شكرا يا فوزي. وشكرا لكل الناس اللي كتبوا سواء اللي قرينا تعليقاتهم او اللي ما لحقناش نقرا تعليقاتكم، متشكرين جدا، والى اللقاء في لايفات جديده.